اللي هو بتاع ايه دور العمل التطوعي. بالظبط. العمل التطوعي هو يعني هو يعتبر هو القمة المناخية المرة دي. القمة المناخية المرة دي لو احنا قلنا ان احنا في مثلا الدولة شغالة 100%، ففي 80% منها معتمدين على المتطوعين. متطوعين بادئين شغل من دلوقتي في التنسيق مع الجهات المعنية، سواء مع الوزارات، مع مكاتب الأمم المتحدة، مع الوفود اللي جاية من بره، مع الكلام ده كله. كل ده متطوعين شغالين عليه من دلوقتي. وزارة التضامن الاجتماعي لما أعلنت إن هي عايزة تفتح الباب عشان التقديم للتطوع، هي كانت يعني الوزارة متوقعة أعداد أقل من كده بكتير. يعني تقريبا الوزارة الأعداد قد إيه؟ ليه العدد المتطوعين؟ هو مش المتطوعين تقريبا، هو الموضوع مرصود تقريبا، هو معدل 12,000 واحد قدموا في فترة ما تجاوزتش ال7 أيام وقفلوا أصلا خالص، وهو أصلا تم الوزارة مش اختيار محتاجة. كام من 12,000؟ حاليا في أكتر من 1700 أو 1800، ولسه في تصفيات تانية طيب شغالين انا عايز عليها. اعرف يعني اهداف مؤسسه سفراء العمل التطوعي تحديدا، وبرضو عايز اعرف كمان يعني دور ملك يعني كنائب، يعني دوركم بقى انتوا الاثنين في المؤسسه. احنا دورنا احنا الاثنين دايما بننسق مع بعض، يعني مثلا كموارد بشريه احنا اللي مثلا بنعمل انترفيوز للناس، احنا اللي بننقي الممبرز الجديده، واحنا في نفس الوقت اللي بننسق كل حاجه في المؤسسه. انتوا اتش ار؟ اه اتش ار. بتخصموا مرتبات من سؤال سؤال مهم جدا. اي نعم، ملوش علاقه، بس مهم جدا. بترفقوا حد من المتطوعين؟ لا لا، ما بنخصمش مرتبات. ايوه، احنا عامل تطوعي ما فيهوش مرتبات اصلا. ما انا عارفه، انا يعني بهزر معاك. حس الدعاء. حس اه يعني حاجه كده. ده شيء طبيعي، الناس دايما بتبقى بتقبله. يعني ايوه.